تلقائيا، وهي سريعة النمو، لا تحتاج إلى عناية، إنما تحتاج إلى حماية لكي تصبح منطقتنا منطقة خضراء وارفة الظلال كثيفة الأشجار وأيضا الثمار وأيضا عسل السدر الذي له مهرجان سنويا في منطقتنا وخصوصا في منطقة العداد. وسأحدثكم في مقطع آخر عن السدر وعن طول ارتفاعه الذي يتراوح ما بين 10 أمتار إلى 15 مترا ولن أبالغ، وسأعرض لكم مقطع ومشهد آخر. أنا أحدثكم الآن من خلف بيتي حيث تنمو هذه العروج، والمنتجع منتجع العروج سيكون عندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا شجرة العرج، وانظروا لارتفاعها الباسق الذي تجاوز أعمدة الكهرباء. وهذا العرج نقول له خراطي، بس الآن ورقه خف بسبب موسم الغبار اللي مر، ويأتي بثمار كثيفة. وهذا الشخص وقيس عليه، انظروا كيف المسافة، أسامة بن محمد محاصي. فكما ذكرنا إنه عرج باسق وطوله يتجاوز 20 وليس 15 متر. كم تقدر طوله يا أسامة؟ 30. لا ما يصل 30، 20 25 باسق. فهذا موطنها وهذا أرضها، وصراحة أهله محتفظين به ورحم الله.